فتره صعبه جدا، واحنا كنا نتمنى ان احنا كنا نوصل للنهائي، وبالنسبه لنا تحسن كل واحد وصل للنهائي. بس الماتش اللي فات احنا عملنا كويس جدا، بس ضيعنا كتير الماتش اللي فات، بس لو في الاخر خلاص نسينا المباراه. لعبنا النهارده مباراه كويسه جدا مع فرقه محترمه ومحسنه، بالنسبه لنا كنا عايزين نطلع على الاقل نصعد المركز الثالث، الحمد لله خدنا المركز الثالث. بصراحه كنا النهارده على طول سجلنا والماتشات اللي فاتت كنا سجلنا. انا بشكر الجمهور اللي جه النهارده، وبشكر اللعيبه دي النهارده عملوا جامد جدا في ثلاث ماتشات في وقت بعيد جدا، النهارده بطوله اعلى. بقولهم ان شاء الله نكمل على كده ونفضل على كده ان شاء الله. والله انا هفرح النهارده بقى، بعد كده بكره هنشوف الموضوع ده ان شاء الله. ناوي نفرح عيد ميلادك، ناوي عيد ميلادك كان الموسم. ممكن اتفق معاك في حاجات معينه وحاجات معينه مش متفق معاك فيها. اتفق معاك ان احنا ممكن نكون بدانا بشكل مش كويس، عشان احنا كنا لسه طالعين من خمس بطولات، كان البطوله بتاعه السوبر اللي احنا خسرناها. بس انت لو ركزت في ماتش بطوله السوبر ارجع كده للماتش هتلاقي احنا الجون الاولاني لنا ضربه جزاء. انا مش عايز اتكلم على التحكيم ولا الكلام ده كله، بس في الاول وفي الاخر احنا افريقيا كلها طمعنا فيك طبعا. كل الكلام اللعيبه عارفه الكلام ده دلوقتي خلاص، هي ما كانتش حاساه في الاول، دلوقتي حاسه الكلام ده كله، عشان كده جينا البطوله دي. الفتره اللي فاتت احنا ما كانش معانا توفيق، الاداء على قد على قد على قد الفتره اللي فاتت احنا كنا كويسين، بس ما كناش توفيق قدامهم. بس احنا الفتره اللي فاتت الحمد لله لمينا بعض الفتره اللي فاتت دي كويس جدا، وعندنا البطوله دي بشكل كويس جدا. لو انت لاحظت الاداء في ثلاث ماتشات فتره صغيره جدا، اللعيبه دي هم اللي موجودين بقى 5 سنين و6 سنين، هم اللي بيجيبوا البطولات وهم اللي بيرفعوا البطولات. احنا كلنا واحد، مفيش حد لو في الاخر احنا فرقه واحده على الاقل واحد يعني. احنا كلنا بنخسر، احنا كلنا بنخسر، كلنا بنكسب، احنا بنخسر. احنا النهارده جبنا مركز ثالث. انا اللي عايز يتكلم على الجيل الذهبي طبعا على راسي، واللي عايز يتكلم على الجيل الحالي يتكلم براحته، وفي الاخر هنشتغل. واللي بيتكلم الاعلام مع الاعلام والجمهور مع الجمهور، احنا قصتنا كلها شغل في الملعب. اللعيبه اللي موجوده لعبت ماتشات كبيره جدا مع فرق كبيره جدا، مع بايرن ميونخ ومع ريال مدريد، ولعبنا مع فلامينجو ولعبنا مع الاتحاد جده. الجيل الموجود ده يعني بالنسبه لنا 70% هم اللي موجودين بقالهم 5 6 سنين خلاص، هم عارفين يعني الخبرات وعارفين الماتشات الكبيره، وبنحب نلعب في الاجواء ديت. صراحه الاجواء في المنطقه العربيه السعوديه اجواء حلوه جدا، زي ما انت شايف الجمهور المصري مليان الملعب ازاي. انا صراحه يعني بشكر التنظيم وبشكر الجمهور اللي جاي. اللعيبه دي واخده على الضغوطات الفتره اللي فاتت، واحنا بنقفل خالص ودمنا في الاول وفي الاخر احنا ربنا في الملعب، واللعيبه دي عارفه الكلام ده كويس. اللعيبه الكبيره الفتره اللي فاتت اتكلمنا مع اللعيبه الموجوده، بما على طول لازم نفوقهم، لازم نكلمهم، لازم نفهمهم ان افريقيا كلها عايزه منا كل حاجه، عشان انت الفتره اللي فاتت كل حاجه. انت النهارده دي رابع مره على التوالي تدخل كاس عالم، الخمسه الجايه على كاس عالم، كل باصص لك باصص ان انت كبير وانت كبير طبعا. عشان كده لازم تطاطي ولازم رافق الارض على طول عشان شغلك وعشان توصل للهدف اللي انت عايزه. عرفتش تحتفل بعيد ميلادك الماتش اللي فات؟ كده الاهلي مبروك يا شيخ.